مساء الخير يا شباب، النهارده هنكمل على الفيديو الاسبوع اللي فات، وهنا هنبدا نشتغل جزء نظري وعملي مع بعض. فهمنا يعني ايه بوليان الجبر وبوليان اكسبريشن. قلنا ان بوليان اكسبريشن ده هو تمثيل رياضي للعلاقه اللي ما بين الاوتبوت وما بين الانبوت. تمام، المساله قدامي بتقول لي فيها الاوتبوت اكس بيساوي انبوت اي اندد مع بي اندد مع فتح براكت، يبقى انا هعمل اللي جوه البراكت الاول اللي هو ايه بقى، الانبوت سي مع الانبوت دي اور مع الانبوت اي اندد مع الانبوت ايه اف. يبقى انا الاول هعمل ايه؟ هعمل الاند ما بين الاي والبي، وبعدين اعمل الاند ما بين السي والدي، واعمل الاند ما بين الاي والاف، وبعدين اعمل اور ما بين السي والدي والاي والاف، ثم اندد مع الاوتبوت النهائي دوت مع الاي والبي. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. يبقى اول حاجه انا هقسم المساله بتاعتي، هقول له الاوتبوت النهائي اكس هيساوي واي اللي هو مين؟ اي بي اندد مع مين؟ مع الزد. طب مين الزد؟ هي السي دي اور مع اي اف. خلاص، يبقى انا الاول عايز اجيب الواي لوحدها، وعايز اجيب الزد لوحدها، وبعدين اجيب الاكس بشكل ايه؟ نهائي. طيب يبقى خلي بالك مهم جدا ان انا بعرف ان انا عندي 6 انبوتس، يعني ان انا معايا جيفن ترو ستيبل هيبقى عندي 2 تو ذا باور كام؟ برافو عليك، ان اللي هي اصلا كام هنا؟ هنا 6. خلاص، طيب يبقى انا كده عندي 6 انبوتس. هرسم الانبوتس بشكل ايه؟ يا افقي يا راسي زي ما انا عايز. انا هنا هرسمهم بشكل افقي. طيب وبعدين هوصل الانبوتس كلها ببعض، يبقى انا كده هاخد واير من A واير من B وادخلهم على اند جيت، واسيب الاوتبوت لحد دلوقتي زي ما هو. يبقى ده مين؟ ده الاوتبوت بتاعي اللي هو واي. تمام، طيب وبعدين هروح اجيب الانبوت C والانبوت D واخدهم على اند جيت. برافو عليك. طيب وبعدين هسيب الاوتبوت بتاعهم دلوقتي، اخد الاي والاف اندد مع بعض، وبعدين هاخد اللي انا خدته بقى من الاي والاف اندد مع بعض مع نتيجه السي اند دي، واعمل لهم ايه؟ دايره اور جيت. يبقى كده جمعت التو اوتبوتس الصغيرين ودخلتهم على اور جيت، جبت بيها ايه؟ جبت بيها الاكسبريشن هو مين؟ زد. طيب وفي الاخر خالص، طيب هعمل بقى اند جيت ما بين الواي وما بين الزد، يبقى نتيجه الاور جيت هدخلها مع الاند جيت فين؟ في اند جيت ثانيه. يبقى هيديني مين بقى في الاخر؟ يبقى الاند جيت اللي انا برسمها دلوقتي هتديني الاوتبوت النهائي اللي هو اكس. طيب مطلوب منك بعد ما ترسم ديت بشكل كده سكتشنج تروح تنفذها على مين؟ على البروتوس. طب يبقى انا كده دلوقتي عملت برزنتيشن للبولين اكسبريشن باستخدام الجزء النظري، فهمت عملت اند ما بين الاي والبي، ما بين السي والدي، ما بين الاي والاف، وبعدين اور ما بين الاوتبوت الاولاني بتاع السي والدي والاي والاف، وجبت الايه؟ الزد، وبعدين عملت اند ما بين الواي وما بين الزد. يبقى انا قلت لك كده كمثال، انا بعد كده هديك ترو ستيبل، انت هتعمل ايه؟ عن طريق السم اوف برودكت هتجيب لي مين؟ البوليان اكسبريشن، وبعدين ترسم البوليان اكسبريشن زي ما انا عملت دلوقتي. خلصت كده؟ لسه. هتروح تخش على بروتوس تعمل سيميليشن، وبعدين تعمل امبلمنتيشن بشكل عملي. طيب تعالوا بقى نبص على الجزء الثاني من المساله بتاعتي. انا هديك الترو ستيبل دوت، هيبقى عندك هنا انت زي ما انت ملاحظ قدامك ايه؟ عندك 3 انبوتس و1 اوتبوت. طب يبقى عدد الاحتمالات كام؟ 2 تو ذا باور 3. خلاص يبقى انا عندي 8 احتمالات. طيب هبص على الاوتبوت واشوف امتى الاوتبوت بتاعي اكس ب1. هبص على الكيسز هنا هلاقي 3 كيسز. اتفقنا؟ وقت ال 3 كيسز دي بتديني الاوتبوت بكام؟ ب1. يبقى انا هركز بس لما يكون الاوتبوت عندي ب1. طيب واروح ادور على البوليان اكسبريشن الخاص بالانبوت لما الاوتبوت يكون بواحد. كمثال هاخد اول واحد واروح ابص على البوليان اكسبريشن بتاعه، الانبوت لازم يكون بكام عشان يطلع الاوتبوت اكس بواحد؟ طيب ما بين الانبوتس وبعضها في البوليان اكسبريشن هحط دايره اند، اند جيت. طيب ما بين الاوتبوتس وبعضها هعمل ايه؟ هحط اور جيت. ما بين الاوبشنز او الاحتمال والتاني اللي يطلع لي واحد هحط اور جيت. ما بين الانبوتس وبعضها يعني ما بين A وبي وما بين A وبي وسي هحط اند جيت. لكن ما بين الاول الجروب الاول والتاني والتالت اللي انا راسمهم دلوقتي اللي هي الاكسبريشنز الاوتبوت فيها بواحد هحط اور جيت. طيب سؤال، لو انا عندي الانبوت بتاعي بواحد هحطه از ات از، A يبقى A، B يبقى B، C يبقى C. طيب لو الانبوت بتاعي بزيرو هحط عليه بار، يبقى A بار، B بار، C بار، في حالة ان الانبوت بكام؟
بزيرو. برافو عليك. طب تعالى ناخد مثال. الجروب الاول انا هقسم المساله بتاعتي في الاوتبوت لما بيكون بواحد في جروبس. عندي الجروب الاول والثاني والثالث. جروب الاول هو عباره عن ايه؟ A بار عشان الA بزيرو اندد مع البي عشان بواحد والسي عشان السي بواحد. طب الجروب الثاني هيبقى عندي A اندد مع البي بار عشان البي هنا في الجروب الثاني بزيرو والسي بواحد تبقى انزل سي. الجروب الثالث هيبقى عندي A B والسي هي اللي بار عشان السي عليها ايه؟ عليها زيرو. طيب وبعدين ابدا اجمع الاكس اللي هو الاوتبوت هو ايه؟ الجروب الاول اور الجروب الثاني اور الجروب الثالث. خلصت؟ ايوه. بس حط بقى ايه؟ كل جروب شيل الرمز بتاعه وحط الجروب نفسه اللي هو يبقى عندك A بار B C اور A B بار C اور A B C بار. يبقى انت كده جبت البوليان اكسبريشن اللي بيمثل الترو ستيبل. خلاص انا كده خلصت جزء كبير جدا من المسألة بتاعتي. اتأكد ان انا عملت الجروبز كلها جوه البوليان اكسبريشن. طيب اخر حاجة هروح ارسم السيركت ديزاين بتاعي من الترو ستيبل او من البوليان اكسبريشن. طيب الخطوة الاخيرة هروح اعمل سيميليشن باستخدام بروتوس اللي احنا هنعرفه في الفيديو الجاي. يبقى في الفيديو الجاي انا هعمل معاك السيميليشن بتاعت الدايرة اللي احنا عملناها مع بعض. فياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل وكمان تفعل زرار الجرس وتعمل لايك عشان الفيديو الجاي يظهر قدامك. شوفكوا الفيديو الجاي. سلام يا شباب.